تمام كابتن بلال، عايز اتكلم عن حسام حسن. حسام حسن النهارده احنا كنا بنتكلم قبل بدايه المباراه مهمه المهاجم انه يسجل اهداف. النهارده في المباراه الوديه بيعبر عن نفسه وبيقول لموسيماني انا جاهز مع محمد شريف، ومن الواضح ان هنشوف السنه دي ان شاء الله منافسه قويه في مركز المهاجم، وده كله طبعا بيصب في مصلحه فريق النادي الاهلي. اكيد طبعا يا اسامه، يعني النهارده مسجل هدفين ويعني مشارك في هدف، يعني الهدف الالوان تو اللي عملها مع عبد القادر، مع احمد عبد القادر، تمام. شيء جيد بالنسبه للمهاجم ان هو يستعيد ثقته في نفسه من خلال الاهداف. يعني انت دايما لما تيجي تقيم المهاجم في الاخر بتقول ايه؟ بتقول انا لعبت مثلا خمس ست ماتشات سجلت فيهم هدفين ثلاث اهداف، صنعت فيهم هدفين ثلاث اهداف، هو ده التقييم الحقيقي بالنسبه للمهاجم. خاصه المهاجم رقم تسعه انت بتقيمه بكده، ان انا النهارده بلعب مباراه وديه بسجل اهداف، بلعب مباراه رسميه بسجل اهداف، ليا دور في صناعه الاهداف او ليا دور في المشاركه في صناعه الاهداف، دور مهم جدا جدا جدا. النهارده هو سجل هدف، يمكن ده هدف تقليدي، هدف عادي سهل يعني بسيط ممكن يجي. الهدف اللي كان العرضيه اللي اتلعبت من كريم فؤاد وحطها بدماغه، هو ده الهدف، ده كان الهدف السادس. ده الهدف الحلو اللي بتقول عليه هدف جيد النهارده، هدف بيبشر انك ممكن يبقى عندك لعيب جيد يكون منافس حقيقي، تمام، على مركز رقم 9 مع محمد شريف. احنا محتاجين الحته دي، محتاجين انك يكون عندك اكتر من لاعب، محتاجين يكون عندك اكتر من هداف، محتاجين ان انت في مباراه بتبقى صعبه جدا 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 ممكن تحتاج انك تلعب فيها باثنين رصاص حربه، مش واحد بس. يعني النهارده ممكن في ماتش متعقرب تلعب بشريف وينزل حسام حسن جنبه فتغير طريقه اللعب، تلعب باثنين فراوده، عايز تعتمد على الاطراف، وهو عنده الميزه دي. ده الهدف اللي انت بتتكلم عنه، ده الهدف اللي انا بتكلم عنه. بص الارتقاء جيد جدا، ارتقاء جيد جدا، حلو قوي، التوجيه رائع جدا جدا في الزاويه البعيده زي ما بنتمرن عليها. يعني المدربين زمان تقول لك كده، لما الكره تجي لك من بعيد على العارضه البعيده حطها في العرض القريب، في الزاويه العكسيه اللي هي جايه منها. هدف جيد لحسام حسن، تدي له ثقه، تدخله في الاجواء شويه، تخليه مثلا يبقى لا انا موجود، انا بقدر اسجل اهداف صعبه، بقدر اجيب جوال حلوه، تخليه موجود في المنافسه، تخليه يفكر بشكل جيد، لو حتى هو كان بعيد شويه تخليه يفكر بشكل جيد، لا انا هكون موجود السنه دي وبشكل كويس. مطلوب من حسام حسن انه دايما يبقى كده، دايما يبقى بيصدر للمدير الفني ان انا جاهز، حتى في الماتشات الوديه انا جاهز، انا بسجل اهداف، انا بجيب اجوان، انا ممكن اكون موجود، انا ممكن اكون النهارده الرجل الثاني في كره القدم متقلبه، ممكن اكون الرجل الاول في وقت من الاوقات. لو استثمرت كل تدريب بتتمرنه، لو استثمرت كل مباراه وديه بتلعب فيها وسجلت فيها اهداف. عشان كده احنا بنقول دايما كره القدم فيها متغيرات كتير جدا، وكان الكابتن اسامه بيتكلم من شويه، بتشيل ناس وفي ناس بتبقى موجوده وبتطلع، وفي ناس بتبقى اساسيه وملهاش دور بعد كده وبتبقى رقم اثنين، وفي رقم اثنين ممكن يبقى واحد، وفي رقم ثلاثه ممكن يبقى واحد. يعني احنا لو ادينا مثال، اكرم توفيق ما كانش رقم اربعه في الباك رايت، ما كانش، النهارده اتحط ادى بشكل كويس، بقى رقم واحد في منتخب مصر مش في النادي الاهلي. انت بتتكلم في قد ايه؟ ما كملش نص سيزون، يعني ما لعبش حوالي يعني ما لعبش 20 ماتش في الحته دي. بالظبط، فكره القدم فيها متغير كتير. اتمنى من حسام حسن يركز في الحته دي، لان خد بالك المكان ده اصلا ما فيهوش لعيبه كتيره في النادي الاهلي، يعني تاسع ما فيهاش لعيبه كتيره في النادي الاهلي. تمام كابتن شريف، يعني هدف